لو شفت واحدة بتزل في طليقها أبو أولادها برؤيتي لأولاده هتتصرف إزاي؟ يلا يا مليك بابا مش هيجي معايا لسه على فكره ما عنديش موضوع انا عايز اقعد معاه شويه انت الرؤيه بتاعتك ساعه واحده بس اكتر من كده ما تطلبش الصدمه الليله 6:16 بتوقيت السعوديه على MBC 1 رمضان يجمعنا